اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى نشرة منتصف الليل، واليكم ابرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل شيخ الطريقة التيجانية بنيجيريا طاهر عثماني باوتشي. نائبة كاتب الدولة الأمريكية المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي تشيد بمستوى التنسيق بين الجزائر وواشنطن في المجال الأمني لدى استقبالها من قبل رئيس الجمهورية. الاهتمام بانشغالات المواطن وتطلعاته والسهر على استقرار البلاد وازدهارها أولوية قصوى ضمن الرؤية الجديدة للسيد الرئيس، انطلاقا من متابعة أدق التفاصيل. الفريق أول سعيد شنقريحة يشيد بدور الجزائر الإقليمي القاري بتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة لدى تفقده القطاع العملياتي بجانت بالناحية العسكرية الرابعة. نهاية مرحلة الانسداد في ملف المركبات بمنح الاعتماد لثلاثة وكلاء لعلامات فيات الإيطالية، جاك الصينية وأوبل الألمانية. محاولات استفزازية بائسة يائسة من قبل المخزن المغربي تعكس أطماعه التوسعية لصرف الأنظار عن الواقع المزري للشعب المغربي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. بداية، استقبل رئيس الجمهورية شيخ الطريقة التيجانية بنيجيريا طاهر عثمان باوتشي. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف والمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية حسوني محمد. كما استقبل رئيس الجمهورية نائبة كاتب الدولة للولايات المتحدة الأمريكية المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي السيدة بوني دونيز جينكينز. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره عن الجانب الجزائري مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن بومدين بن عتو. وحضر اللقاء عن الجانب الأمريكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبن. وعقب اللقاء أدلت نائبة كاتب الدولة للولايات المتحدة الأمريكية المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بالتصريح التالي: سعيدة لتواجدي هنا وممتنة لهذه الفرصة التي سمحت لي بزيارة بلدكم الرائع. لقد لقيت ترحابا حارا سأحمله معي عند عودتي إلى واشنطن. لقائي برئيس الجمهورية السيد تبون كان لقاء مثمرا. تحدثنا مطولا عن الشراكة الجزائرية الأمريكية، ومن ضمنه أيضا حديث عن الأمن في العالم، حيث قادنا هذا الأخير إلى الوضع في الساحل. وبهذا الشأن أبدينا تطابق المقاربة بين بلدينا بخصوص الأمن في المنطقة وفي العالم، مع التركيز على مسألة حظر التسلح. فاللقاء كان تأكيدا لتقاسم الرؤى بخصوص مختلف المسائل الأمنية التي تهم بلدينا. الجزائر والولايات المتحدة تعملان على بناء روابط أمنية اقتصادية وثقافية قوية، والتي هي اليوم أكثر قوة من ذي قبل. شراكتنا التقنية تلعب دورا في بناء وتقوية علاقتنا الأمنية في جميع الأصعدة. كما أن قدوم الوزير الأول الجزائري إلى واشنطن ديسمبر الماضي لحضور قمة رؤساء دول إفريقيا رفقة البعثة الجزائرية كان له الأثر الأكبر على علاقاتنا. الولايات المتحدة ممتنة لجهود الدبلوماسية الجزائرية المتواصلة من أجل إقرار السلم والأمن في المنطقة. وبالتأكيد شراكتنا في مكافحة الإرهاب تظل قوية
ضمن عملنا الثنائي المشترك جنبا إلى جنب من أجل دعم السلم والرفاهية بالمنطقة وما حولها. وبالتأكيد شراكتنا في مكافحة الإرهاب تظل قوية ضمن عملنا الثنائي المشترك جنبا إلى جنب من أجل دعم السلم والرفاهية بالمنطقة وما حولها. ومن الضروري مواصلة هذا المستوى العالي من التبادلات من أجل أن يستفيد بعضنا من بعض، وهذا بهدف تعزيز قدراتنا الدفاعية. شراكتنا الثنائية تلعب دورا هاما في الاقتصاد، فهناك شركات أمريكية تبحث عن فرص للاستثمار في الجزائر، وأخرى مستقرة هنا بالجزائر تعمل على خلق مناصب شغل في مختلف المجالات. الولايات المتحدة تدعم الجزائر في تحقيق أهدافها في تنويع اقتصادها، وتشجعها أيضا في مساعيها لتحقيق الشفافية الاقتصادية، ونحن هنا نبحث عن فرص كهذه للعمل مع الجزائر. وفي الأخير أشكر لكم الترحاب الحار الذي حظيت به أنا والفريق. في رؤية جديدة ومنهج تسيير رشيد تجلت ملامحه في خطابات رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات، بالاهتمام بأدق التفاصيل التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطن وتحسين إطاره المعيشي والتكفل بانشغالاته كأولوية الأولويات. التفاصيل مع سونيا قاسي. السيد رئيس الجمهورية، تأكيد رئيس الجمهورية في كل تصريحاته وخرجاته الإعلامية أن المواطن أساس كل البرامج التنموية وأن الاهتمام بانشغالاته أولوية، لم تكن تصريحات للاستهلاك الإعلامي بل حقيقة يلمسها المواطن في الواقع. السيد الرئيس ومن منطلق وعيه العميق بثقل المسؤولية التي وضعها فيه الشعب الجزائري عندما انتخبه رئيسا للجمهورية، وبخطاب نابع من صدق نواياه أمام المشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة، وبعبارة دخلت في تفاصيل كثيرة حبا للفلاحة وأنا شخصيا أحب الفلاحة، جملة تعكس الاهتمام البالغ الذي يليه السيد الرئيس لقطاع الفلاحة الذي حقق تطورا ملحوظا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بمساهمة في الناتج المحلي الخام بلغت 14.7%. هذا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة لكل المناحي المتعلقة بمعيشة المواطن جعلت الجزائريين والجزائريات داخل الوطن وخارجه يهتمون بخطابات السيد الرئيس الذي يملك قوة الاسترسال وقدرة كبيرة في الإقناع، خاصة عندما يتعلق الأمر براحة المواطن التي يعتبرها أولوية قصوى. ومن هذا المنطلق تجد السيد الرئيس يعمل جاهدا مع رجال الدولة المخلصين على عدم زعزعة ثقة المواطنين التي تشكل رأس ماله، وهو ما يتجلى في بحثه الدائم في كل الأمور التي تخص شؤون المواطن بشكل خاص دون الاكتفاء بالعناوين العريضة. والشواهد في هذا المقام كثيرة، فاللقاءات الإعلامية الدورية لرئيس الجمهورية مع ممثلي الصحافة الوطنية عينة تبرز إلمامه بكل التفاصيل التي تخص القدرة الشرائية وأجور العمال ومشاريع الشباب خصوصا وانشغالات الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، فتنصب توجيهاته وتعليماته في اتجاه التعديل والتدارك والتصحيح والتقويم أحيانا لبعض سياسات المسؤولين والمسيرين حتى تتوافق مع متطلبات المواطنين تماشيا مع الالتزامات 54 التي تعتبر حجر الزاوية في إطار البناء المتواصل للجزائر الجديدة. ولأن الهدف هو رفع الراية الوطنية وتشريف الجزائر في كل المحافل والمناسبات، تجد السيد الرئيس يولي عناية فائقة لنجاحات وإبداعات وإنجازات وانتصارات كل فئات المجتمع،
ولعل الحفلة التكريمية لأبناء الشعب الجزائري من أعوان الحماية المدنية وأفراد القوات الجوية ومنتسبي الهلال الأحمر الجزائري الذين شاركوا في عملية إنقاذ وإسعاف المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا شاهد على هذا الاهتمام والعناية بمنحهم وسام عشير من مصف الاستحقاق الوطني، وهي المبادرة التي لم يسبقه إليها أي رئيس للجزائر. إن الحرص والعناية التي يمنحها السيد الرئيس للتفاصيل في توجيهاته وخطاباته هي من جهة إشارة وتأكيد لمتابعته الدقيقة لما يجري في كل القطاعات، وحتى التهاني والتعازي في حساباته على منصات التواصل الاجتماعي تدخل في هذا السياق، ومن جهة أخرى رسالة طمأنة لكل الجزائريين أن لهم رئيسا لا يفوته شيء، وإن حاول البعض إخفاء بعض الأمور لحاجة في نفس يعقوب. في إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج السنة التحضيرية القتالي 2022-2023 عبر كافة النواحي العسكرية، يقوم سيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من أمس بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الرابعة. المزيد مع توفيق عجالي. الزيارة استهلت من القطاع العملياتي جنوب شرق جانات، حيث وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء عمر تلمساني قائد الناحية العسكرية الرابعة، التقى السيد الفريق أول بإطارات ومستخدمي القطاع، أين ألقى كلمة توجيهية تابعها جميع مستخدمو الناحية العسكرية الرابعة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. ذكر في بدايتها بتضحيات وبطولات شهداء الجزائر الذين منحوا لمعاني التضحية مدلولها الحقيقي، ومن جعلوا من أجسادهم الطاهرة جسرا عبرت به الجزائر إلى بر الاستقلال والحرية والسيادة الكاملة. ولا يفوتني ونحن نعيش نفحات شهر مارس الذي استحق فعلا بأن يكنى بشهر الشهداء، أن نستحضر جميعا مآثر وبطولات من جعلوا من أجسادهم الطاهرة جسرا عبرت به الجزائر إلى بر الاستقلال والحرية والسيادة الكاملة، وأسسوا لمرجعية وطنية أصيلة تركت وديعة بين أيادي أبناء الجزائر المخلصين الذين لم ولن يحيد عنها أبدا. السيد الفريق أول أشاد بالمساعي الحميدة للسيد رئيس الجمهورية الرمي إلى تعزيز دور الجزائر الإقليمي والقاري من خلال سعيها الدائم لأن تكون عامل استقرار في المنطقة والمساهمة في التنمية المستدامة لدول الجوار. إن الجزائر الواعدة بتداعية حالة لا استقرار السائد في محيطها القريب على أمنها وعلى مقومات شعبها تسعى دائما لأن تكون عامل استقرار في المنطقة والمساهمة في التنمية المستدامة لدول الجوار، وفي هذا الإطار بالذات تندرج من المساعي الحثيثة التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في مجال تعزيز دور الجزائر الإقليمي والحفاظ على مكانتها المرموقة على الساحة الإفريقية التي تتجلى في الاحترام الذي تحظى به لدى معظم دول القارة وشعوبها، وذلك بالنظر للمقاربة الحكيمة التي لا طالما تبنتها الدولة الجزائرية منذ استقلالها تجاه القضايا العادلة في القارة وفي العالم ووقوفها الدائم إلى جانب
حق الشعوب في تقرير مصيرها. السيد الفريق أول أكد أن الجزائر لطالما وقفت إلى جانب البلدان الإفريقية، لا سيما عبر مرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية من خلال تفضيل الحلول الداخلية واحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. كما سعت الجزائر على الدوام إلى مساعدة البلدان الإفريقية للمحافظة على استقرارها وأمنها ومرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية من خلال تفضيل الحلول الداخلية واحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها المحلية، هذا فضلاً عن تقديم المساعدات في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية. وفي هذا الصدد بالذات يندرج القرار الحكيم الذي اتخذه السيد رئيس المعلن عنه خلال القمة 36 لرؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة قبل أيام قليلة بأديس أبيبا والقاضي بضخ مليار دولار من أجل تفعيل آلية التضامن الإفريقي والمساهمة في التنمية بالقارة الإفريقية، لأنه لا يمكن للأمن والسلم أن يتحقق في إفريقيا دون تنمية فعالة. وعليه فالجزائر ورغم المحاولات البائسة للتشويش على دورها ومكانتها القارية تظل رقما مهما في المعادلة الإفريقية وفاعلا أساسيا في هذا المجال الحيوي. في ختام اللقاء حرص السيد الفريق أول على الاستماع لانشغالات واهتمامات مستخدمي الناحية العسكرية الرابعة الذين عبروا عن عزمهم مواصلة بذل مزيد من الجهود في سبيل أداء المهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل، لا سيما في مجال تأمين الحدود وحماية التراب الوطني من كل الآفات والتهديدات المحتملة. الله فيك. على إثر ذلك أشرف السيد الفريق أول على مراسم تدشين مرافق جديدة لفائدة مستخدمي حامية جانيت وعائلاتهم. على غرار روضة الأطفال والمركز الطبي الاجتماعي والتي ستسهم دون شك في توفير ظروف عمل أفضل للمستخدمين على مستوى المنطقة. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في شقها المتعلق باستيراد وتصنيع المركبات، منحت أمس وزارة الصناعة 3 اعتمادات نهائية لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ويتعلق الأمر بكل من وكيل العلامة الإيطالية فيات ووكيل علامة جاكا الصينية ووكيل العلامة الألمانية أوبيل. تم منح 3 آراء بالموافقة لمنح الاعتمادات للمتعاملين الثلاثة الأوائل وهم كالآتي: وكيل العلامة الإيطالية فيات لشركة فيات الجزائر، ثانيا وكيل علامة جاك الصينية لشركة إيميلي أوتو وهي كذلك عريقة في هذا الميدان في وجودها في السوق الجزائري، والوكيل الثالث وهو الوكيل العلامة الألمانية أوبل لشركة حليل للتجارة والصناعة. كما أنه قد تم تسجيل 8 طلبات إلى حد، كنا نتكلموا في الأسبوع الماضي عن الطلبات، اليوم هناك 3 طلبات اعتماد نهائية كذلك على مستوى المنصة الرقمية للحصول على الاعتمادات لمختلف أنواع المركبات. وهنا أكيد نقول من أنواع المركبات إما المتعلقة بالشاحنات أو الموتوسيكل الدراجات أو كذلك السيارات أو الحافلات، والتي ستتم معالجتها بنفس الإجراءات التنظيمية من طرف اللجنة القطاعية، وسيتم الإعلان عن الوكلاء المعتمدين في أوانه في انتظار إيداع طلبات أخرى.
تجسيدا لالتزام رئيسي الجمهورية المتعلق بحماية الجالية الوطنية بالخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني، أطلقت أمس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المنصة الخاصة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج. عشية الاحتفال باليوم العالمي لعيد المرأة، كرم أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بمقر المجلس ثلة من المجاهدات والعاملات والفنانات ونواب بالمجلس الشعبي الوطني عرفانا لهن على تضحياتهن في مختلف الميادين. وبالمناسبة أثنى إبراهيم بوغالي على الدور الذي لعبته المرأة الجزائرية في الماضي ودورها في رسم معالم الحياة. عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائري الاقتصادي والمالي الرأي العام أنه إثر التحقيق المفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي حول وقائع فساد وتبديد للمال العام تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار أنيب تسببت في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير، تم بتاريخ 5 مارس الجاري تقديم المشتبه بهم أمام نيابة يتعلق الأمر باستفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار، إلى جانب تفضيل بعض العناوين بتواطؤ من مسؤولين في الوكالة السالفة الذكر. تم إحالة الملف على القاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي بعد استجوابه للأطراف أمر بإيداع المتهمين كاف جيم وشين آ المديرين العامين السابقين للوكالة رهن الحبس المؤقت، ووضع 5 متهمين رهن الرقابة القضائية من بينهم وزير الاتصال الأسبق قاف حا. عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بارريج الرأي العام أنه على إثر تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لحافلة ركاب تسير ليلا في الاتجاه المعاكس في الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بمدينة برج بارريج ومدينة الياشير وعلى متنها مسافرون، تم توقيف الحافلة على الفور من طرف مصالح الدرك الوطنية. وبتاريخ اليوم 6 من الشهر الجاري تم تقديم سائق الحافلة المدعو قاف با أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة برج بارريج، وتمت متابعته وفقا لإجراءات المثول الفوري من أجل جنحة تعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية للخطر. هذا وأودع المتهم رهن الحبس المؤقت وأجلت القضية لجلسة 13 مارس الجاري. عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة المدية الرأي العام أنه على إثر مقطع فيديو تم إرساله من طرف أحد المواطنين لمصالح الأمن الوطني بالمدية والذي يظهر فيه قيام سائق حافلة لنقل المسافرين عبر خط ساحة أول ماي دراع الصمار بالمدية بمناورات خطيرة ومشاحنات بالطريق العام والتجاوز الخطير، معرضا حياة المسافرين ومستعملي الطريق للخطر. أمرت نيابة الجمهورية بتوقيف المعني، تم تقديم سائق الحافلة المدعو تانون أمس وتوبع عن طريق إجراءات المثول الفوري بجنحة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر. في اليوم نفسه صدر حكم قضائي بمعاقبة المعني ب18 شهرا حبسا نافذا و 100,000 دينار جزائري غرامة مالية نافذة مع إيداعه رهن الحبس بالجلسة.
مواصلة لمحاولاتها الاستفزازية المتتالية الهادفة إلى صرف الأنظار عن الواقع المزري الذي يعيشه المغاربة، وفي خرجة جديدة تبين العداء المتجذر لدى صانع القرار المغربي ضد الجزائر، أوعزت دواليب المخزن إلى إحدى الدكاكين الإعلامية المقربة من القصر الملكي في الرباط والمعروفة بعدائها للجزائر لنشر ملف دعائي يفتقد للمصداقية ولأية احترافية إعلامية ويعكس الأطماع التوسعية المغربية. التفاصيل مع سليم حمادي. عندما تكون الأقلام الملونة في يد نظام عبيط فلا عجب أن تكون النتيجة خارطة جائحة سائبة تماما كعقلية النظام ذاك، كما لا أكفأ من أن تعيد المخزن المتلون تلون الحربة لرشده أو آخر ما تبقى له من رشد. ما أقبلت عليه إحدى الدكاكين الإعلامية الصفراء المقربة من القصر الملكي في الرباط والمعروفة بعدائها للجزائر لا يعد أن يكون عرضاً من أعراض عمل ألوان الذي أصيب به هذا النظام المخزني المخزي، فصار وهو الذي لا يعرف للحدود حدود، لا يفرق بين الحدود القانية بدماء الشهداء وتلك التي رسمت حدود صفاقته وخياناته لأهل الدار والجوار. ليس عمل ألوان وحده من أصاب هذا النظام المخزي، فالوقائع باتت تظهر ما لا تخطئه عين، أن نظام الرباط مصاب بالزهايمر، فأعاد عبيده من الإعلاميين إحياء نقاش عقيم حول ما يسميه في دستوره الحدود الحقة. وتلكم باتت مثار سخرية من القاص والداني على عصابة الرباط، ولعل وشاة القصر وأسيادهم لم يراجعوا منذ أمد طويل مقياس القانون الدولي الذي فصل في الأمم المتحدة ودون رجعة في حدود الدول. نظام المخزن في خرجاته المتتالية يؤكد على عقليته التوسعية المارجة التي لا تراعي في الجار وذي القربى إلا ولا ذمة، بل إن الشواهد في ذلك كثيرة، فتارة يدعي هذا النظام أن موريتانيا ضمن حدوده، وتارة أخرى يحتل أرض شعب شقيق لم يكن يوما مغربيا ولا مراكشيا حتى. وقبل كل ذلك اعتدى هذا النظام على من يفترض أنهم أشقاؤه في الجزائر، فغزا العام 1963 جزءا من أراضيهم التي حرروها بالنفس والنفيس. المخزن بات يرقص رقصة الديك المذبوح، وما أقدم عليه من افتراءات وادعاءات ضد الجزائر ما هو إلا هروب من جحيم مستعر داخل أراضيه، احتجاجات وانتفاضات بالجملة والتفصيل تهتز على وقعها أغلب مدنه. فبين الغلاء الفاحش وحكومة راشية مرتشية ونظام خائر خائن، ضاع الشعب المغربي وضاعت حقوقه الحقة. وفي ملف الصحراء الغربية، تشهد المدن الصحراوية المحتلة منذ أيام تصعيدا خطيرا ضد الحقوقيين الصحراويين من قبل قوات الاحتلال المغربية التي كثفت من ممارساتها القمعية وجرائمها الممنهجة بهدف النيل من نضال الشعب الصحراوي المصر على انتزاع حقه في الحرية والاستقلال، وهذا في ظل إفلات مسؤولي الاحتلال من العقاب. وإلى فلسطين الآن، المحتلة أصيب أمس 4 فلسطينيين بالرصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيونية مخيم عقبة جبر جنوب أريحة، فيما اعتقلت 14 فلسطينيا في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. التفاصيل مع دليل نينة. أصيب أمس 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم عقبة جبر جنوب أريحة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 14 فلسطينيا في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني آخر من قطاع غزة خلال مروره عبر معبر بيت حانون. هذا ويواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني خطواتهم النضالية والمتمثلة في عصيان جماعي رفضا لقرارات قوات الاحتلال الرامية إلى التضييق عليهم، وذلك لليوم 21 على التوالي، ليرتفع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية جانفي إلى أكثر من 4000، منهم 30 أسير و160 طفلا. سياسيا، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدوحة المجتمع الدولي إلى وقف في رياض
في الرياضة، وقعت قرعة كأس الملك سلمان لكرة القدم بطولة العرب للأندية سابقا التي سحبت مساء أمس بالرياض ممثلة الكرة الجزائرية شبيبة الثورة في مواجهة الكويت الكويتي في الدور الأول، بينما أعفي الممثل الثاني شباب الوزداد من الدورين الأوليين على أن يدخل البطولة مباشرة في دور المجموعات. إلى هنا مشاهدي الكرام، نطوي معكم أوراق النشرة، نلقاكم في وعد لاحقة بأمان الله.